كوره على ان لا نريد ان نحب، لكن فيه علاقه بيني وبينها. لابد ان يكون لهذه العلاقه التاثير، فبالتالي لا يستطيع الباحث في العلوم الاجتماعيه ان يكون موضوعيا كما هو في العلوم الطبيعيه مهما حاول. يعني التوجه الكمي قائم على اساس الموضوعيه، ولذلك يحرصون على ضبط المتغيرات، يحرصون على صدق وثبات الادوات الى اخره، كل هذا حرصا على ان لا يكون هناك ذاتيه، حرصا على تحقيق الموضوعيه في منهجيه البحث العلمي. لكن يبدو لي على الاقل كما يقول اصحاب التوجه النوعي ان هذا غير ممكن. ان امكن في الظواهر الطبيعيه ان امكن فهو غير ممكن او صعب جدا تحقيقه في الظواهر الاجتماعيه، لانه لابد ان يكون هناك علاقه بشكل ما بين الباحث وبين الظاهره التي يبحثها او يبحث فيها. من بدايه البحث، من اختيار موضوع البحث الى اختيار السياق او العينه، الى اختيار الادوات، الى العمل مع المشاركين في البحث، الى تفسير البيانات، وان كان التفسير حتى في البحث الطبيعي قد يشوبه ما يشوبه، الى استخلاص النتائج. الموضوعيه حقيقه من الاشياء التي لها يعني ثقل كبير في البحث العلمي، ولها ايضا اعتبار كبير في التوجه الكمي، لها ثقل كبير في البحث، العلمي الطبيعي، ولا يقوم العلم الطبيعي الا على الموضوعيه. يعني اذا صرت اريد ان اغلي الماء وفي نفسي رحمه للماء ولا ينفعني، لكن لما ابحث ظاهره اجتماعيه ممكن يصير فيه علاقه عاطفيه بيني وبين المبحوثين، اتاثر بما يصيبني، وفي جوانب اخلاقيه وجوانب انسانيه لابد ان اراعيها اثناء البحث في العلوم الاجتماعيه. فالموضوعيه قد تتوفر في العلوم الطبيعيه، لكنها في العلوم الاجتماعيه حتى في التوجه الكمي فيها اشكال كبير. أصحاب التوجه النوعي حقيقة لديهم يعني تحفظ كبير على هذا، وإن كان أصحاب التوجه الكمي يعني يطرحون هذا الجانب بقوة ويرون أنهم يمكن أن يحققوا الموضوعية بشكل كامل أو بشكل شبه كامل. بسم الله، السلام عليكم. كما هو الحال في السلام. لكن في الحقيقة يعني ادعاء تحقق الموضوعية في العلوم الاجتماعية في التوجه الكمي كما هي في العلوم الطبيعية يعني يحتاج تأمل كبير، وهناك كثير من الأدلة والشواهد يعني لا تؤيد هذا الطرح أو هذه الدعوة. طبعا الزملاء من الجميع الكمي يعني لهم طرحهم ولهم يعني ما يدعمون به توجههم، لكن ايضا اصحاب التوجه النوعي لهم ما يخالف ذلك. ففي العلوم الطبيعيه الموضوعيه قضيه اساسيه، في التوجه الكمي في العلوم الاجتماعيه ايضا يعتبر حقيقه امر مهم جدا، لكن اصحاب التوجه النوعي يخالفون في هذا كثيرا. ولذلك احببت ان انقل هذا النقل عن مرجع مهم، وهو كتاب البحث النوعي في علم النفس مترجم عام 2003، قد يكون مؤلف عام 2003، يقول، وهذا أنا نقلته عن قصد من هذا المرجع، لأن هذا المرجع الذي نشره هو جمعية علم النفس الأمريكية، وجمعية علم النفس الأمريكية من آخر تقريبا يعني المؤسسات العلمية ذات السمعة الكبيرة التي تبنت التوجه النوعي. معروف تقليديا معروف التوجه الكمي قلعته الأساسية والحصينة هو علم النفس، وإلى أكثر المدافعين عنه وأكثر المترددين في تبني، وأنا أقول هذا ليس بقصد إنما وصفا فقط للحال، أكثر المترددين في تبني التوجه النوعي، وإن كان فيه نسبة كبيرة
يتبنونه، لكن أكثر المترددين هم من المتخصصين في علم النفس، لأنهم إلى الآن ليس عندهم طمأنينة في بعض التوجهات، ويرون أن جانب العددي والكمي له قيمة في البحث. فلذلك حرصت أن أنقل هذا النقل لأنه من كتاب البحث النوعي في علم النفس الذي أصدرته الجمعية الأمريكية في علم النفس عام 2003 عن الموضوعية، لأنها ركن ركين في المنهج العلمي في العلوم الطبيعية، وركن ركين ولذلك أكدت عليها كثيرا في نقد التوجه النوعي. يعني دائما إذا تكلمنا عن التوجه النوعي أو أكثر ما يثار وينقد به التوجه النوعي هو قضية الموضوعية، هذا كلام يقول لك هذا انطباعات، هذا كلام ذاتي، أنت قابل لمجموعة من الناس ثم والله تستخلص من كلامهم بعض الانطباعات وتقول لي والله هذه نتائج، هذا ما يصير، هذا ليس بحثا علميا، نحن نريد بحث علمي موضوعي. فهذا المرجع يقول الموضوعية كما تدرس في كثير من الكتب والصحف الدراسية في علم النفس تعد أسطورة مثل، فليس هناك تجربة أو سؤال بحثي، وبالتأكيد ليس هناك تفسير للبيانات من المحتمل أن يكون حقيقة موضوعيا، فأنماط المشكلات التي نهتم بها والأسئلة التي نطرحها ونوع البيانات التي نجمعها وأعرف أنه كيف أيضا نجمعها والتحليلات التي نجريها جميعها تنبثق من سياق معين ليست مطلقة، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو شخصيا. فهذه هي النقطة الأولى التي أحب أن أؤكد عليها، قضية الموضوعية، لأن حتى من الأشياء التي كثيرا ما تثار عند الحديث عن البحث النووي. فألخص الطرح النوعي في قضية الموضوعية، يرى أن الموضوعية في العلوم الاجتماعية يبالغ فيها كثيرا، وأنه لا يمكن أو يصعب كثيرا التعامل مع الظاهرة الاجتماعية تعاملا موضوعيا بحتا. السببية أيضا من القواعد الأساسية في المنهج العلمي، ولا يمكن أن ولم يكن للعلم أن يتطور إلا بمبدأ السببية، أن لكل شيء سبب، وأنه إذا توفر السبب وجد السبب في الظروف الطبيعية المعروفة لابد أن يحدث المسبب. هذه قاعدة في العلم، ما كان يمكن أن يقوم العلم ويبني العلم وتنبني الحضارة لولا وجود هذا المبدأ. لكن هذا في العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية منظر أي ما ما الذي نعرف ظروفه إذا تعرض إلى درجة حرارة 100 يحصل له ما يحتاج، أي واحد مع الشهادة الابتدائية يعرف ما يحتاج وشبه مسلم، وغالب القوانين الطبيعية بهذا الشكل. ولا يمكن أن والله يجي يوم يغلي ويوم ما يغلي إلا إذا كان التفسير علمي، لو يوم يغلي أو يوم ما يغلي أو يغلي سنة ويوم واحد ما يغلي ما صار علمي أبدا. لكن في العلوم الاجتماعية هل يمكن تطبيق السببية بهذا الشكل؟ كثير من علماء الاجتماع بالذات المعاصرين وأصحاب التوجه النوعي وما بعد الحداثيين يخالفون في هذا، أن مبدأ السببية لا ينطبق في العلوم الاجتماعية وفي الظواهر الاجتماعية انطباقه في العلوم الطبيعية. وأنا دائما أضرب مثال، أقول قديما كانوا يحرقون الناس على معتقداتهم وعلى آرائهم الفلسفية والدينية، لو أتينا بواحد وأردنا أن نعاقبه حرق بالنار لرأي فلسفي ولا رأي عقدي عنده رأي نفسه، إذا وضعنا جسمه على النار ما الذي يحصل له؟ يحترق، هذه لا جدال فيها ولا يختلف فيها اثنان، أي جسم بشري في الظروف الطبيعية وضع على النار لابد أن يحترق في قياسات معينة ومعروفة قوة النار إلى آخره، ولا يمكن أن يتخلف الأمر هذا إلا لمعجزة، والمعجزة خارج القوانين الطبيعية. لكن هذا الشخص الآن الظاهرة الطبيعية انتهينا منها ومعروفة ومحسوبة، لكن هذا الشخص هل يصبر على النار ويصر على معتقده أو يتراجع قبل أو يتراجع بعد ما يحس بالنار؟ ما ندري،
ويمكن يكون في خيارات كثيرة جدا. هل نستطيع أن نتنبأ ما الذي سيحصل بالضبط كما تنبأنا في الظاهرة الطبيعية؟ ما يمكن. ففي العلوم الاجتماعية، في الظواهر الاجتماعية، السببية غير منضبطة، والتنبؤ بالأحداث أيضا غير منضبط كما هو في العلوم الطبيعية. السبب لابد أن ينتج المسبب المعين، هذا أيضا في العلوم الاجتماعية غير منضبط، وقد يكون هناك حتى أسباب غير ظاهرة، أسباب غير ظاهرة ما يمكن حتى نتوصل لها بالعلم أو بأدوات العلم الطبيعية. الاتساق أو التلازم الضروري أيضا هذا مرتبط بالسببية، أنه لا يمكن أن يفك، يعني كلما حصل السبب لا بد أن يحصل المسبب. هذا قاد إلى القانون المهم الذي نحتاجه أيضا في الحديث في البحث النوعي، وهو قانون التعميم. أيضا العلم قائم على التعميم، العلم الطبيعي بدون تعميم ما ينجح، وما كان له أن يكتشف هذه الكلمات ويصل إلى هذا هذه المراحل لولا وجود التعميم، قانون التعميم. قانون التعميم ما أكتشفه في عدد قليل من الحالات من خلال الاستقراء أستطيع أن أعمم على الحالات المماثلة. يعني في العلوم الطبيعية بدأي، في العلوم الاجتماعية في التوجه الكمي أيضا أمر ضروري دائما من أهداف البحث الكمي، البحث العلمي في التوجه الكمي هو التعميم. ولذلك يحرصون على أن ينهج الباحث المنهج العلمي في البحث حتى النتائج يمكن تعميمها، وأي خلل في المنهجية في مراحل البحث قد تؤثر في قضية التعميم. التوجه النوعي بناء على ما سبق من حديث حول الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية، ما سبق من الحديث عن الموضوعية في العلوم الاجتماعية والسببية والاتساق، قالوا نحن لا نبحث ولا نجري البحث العلمي لأجل التعميم. طالما الظواهر الاجتماعية مختلفة وكل ظاهرة متفردة بحالها، فبالتالي لا نبحث عن التعميم. إذن ما الذي نبحث عنه؟ نبحث عن الفهم، فهم هذه الظاهرة وتفسير هذه الظاهرة. التعميم أمر ثاني، من أراد أن يعمم ممكن يأتي مجموعة الأبحاث ويستخرج منها قوانين عامة ثم قد يعمم، لكن ليس من أهداف البحث النوعي التعميم. ولذلك كثيرا ما يأتينا يعني أسئلة في قضية تحكيم الأدوات، في قضية الضبط الذاتية والحد منها، يقول كيف نعمم؟ ليس من أهداف البحث النوعي التعمق. هذه نقطة مهمة جدا، من الفوارق الأساسية بين البحث النوعي والبحث الكمي، ليس من أهداف البحث النوعي الأولية التعميم. قد يأتي شخص ويعمم، يرغب أن يعمم، لكن هذا له طريقته الخاصة. لكن أن أقوم وأدرس ظاهرة معينة ليس من أهدافي، على الأقل ليس من أهدافي الرئيسية هو التعميم، وإنما هدفي هو فهم وتفسير هذه الظاهرة أي الدرس. ما رأيك مفتح شيء من الأسئلة؟ جميل. ترى يعني المجال مفتوح، فإن كان لديه سؤال أو تعقيب حتى سواء من هنا أو من القاعة الأخرى حول الممر، يعني لا نريد الكلام يكون حتى لا تتشتت الألهام. والله أنا مفتوح تستمع. طيب. إحنا معنا حوالي نصف ساعة بالكثير، ثم نترك المداخلات في النهاية مع غاية النهار. لا بس. تستيقظ خارج نايمين ما خرج 15 ايه. ودنا ادرك السنه لا يعني بس انا احب ان اعرف ان لا حضور المستمعين معي طيب على اي حال هذا ما يتعلق بازمه المنهج تطبيق المنهج القائم في العلوم الطبيعيه على الظواهر الاجتماعيه اظهر لنا ما يسمى بازمه المنهج ولذلك يقول صلاح كنصور في كتابه الجميل الموضوعية والمهتم بالموضوع ممكن يرجع لهذا الكتاب حقيقة تعب فيه
يقول فالصعاب التي تواجه العلوم الإنسانية لا تنشأ فقط من التعقد الهائل للظواهر الاجتماعية، بل وأيضا في المحل الأول لأن الأفعال الإنسانية واعية، يعني تنبني على التفكير وتأمل، تصدر عن رؤية وتدبر، وبالتالي فهي عرضة للتعبير على أساس من الفهم والتبصر، وليس كما في الظواهر الطبيعية، يعني أشياء طبيعية متغيرات في الطبيعة ما عندها فهم ولا تبصر ولا تدبر، على الأقل فيما يظهر لنا. حقيقة الثقة الزائدة في المنهج العلمي، الثقة فيه سواء في العلوم الطبيعية وفي العلوم الاجتماعية، أخرج ما يسمى بالعلموية scientism، وهي يعني توجه ينبني على الثقة الزائدة غير المبررة في قدرة المناهج العلمية المستقرة على التعامل مع جميع المشاكل والاتجاه إلى إحلالها محل المناهج الأخرى، حتى في المجالات التي تكون فيها مناهج العلم المتعارف عليها غير متوائمة وغير مجدية معها، يعني ثقة زائدة، يعني بعضهم حتى يسميها تقديس العلم، تقديس العلم أو تقديس ما يسمى بالمنهج العلمي، بعضهم يعني البالغ يسمى تأليه العلم. لخص جيرتلر النقد الموجه للمنهج الكمي في 4 نقاط أساسية، يعني تلخص الكلام الذي ذكرته: لا توجد الظواهر الاجتماعية خارج إدراك الفرد ووعي. فأنا مثلا لما أقول الشرق، هل هناك شيء في الخارج خارج الذهن اسمه الشرق أو حتى غير الدافعية؟ نتكلم في السياق التربوي، الدافعية، هل في شيء في الخارج نطلق أو نسميه الدافعية ونشير نشير له نقول هذه الدافعية، كما نشير للماء وكما نشير للشمس وكما نشير للكسوف والخسوف والمد والجزر؟ يبدو لي ما يوجد. إذن وين يوجد هذا المفهوم؟ في أذهان. ولذلك لما أريد أن أبحث في موضوع الدافعية عادة ما الذي أول ما يبدأون به؟ تعريف الإجراء. التعريف الإجراء، يعني تحدد المشكلة أول ثم التعريفات الإجرائية، لا بد أحدد ويفهم القارئ والزميل الباحث ماذا أعني بالدافعية. فأنا بالتالي لا أتكلم عن دافعية معروفة وموجودة في الخارج مثل الماء مثل الحرارة مثل المعادن، وإنما يا حد داخل على الزوم من هنا شباب، بس خلاص خلاص تاب الى الله. وانما نحن نتكلم عن شيء نحن بنيناه في اذهاننا، وفي الغالب الذي بناه هو الباحث او على الاقل مجموعه من الباحثين في سياق علمي معين، وبالتالي قد يكون هناك باحث ينظر الى هذا المفهوم بشكل مختلف. فما أقوله أنا عن الدافعية في سياق معين في تصور معين وبناء على قناعاتي أنا وقيمي، أو على الأكثر بناء على قناعات وقيم البيئة العلمية التي نشأت فيها أو التوجه العلمي الذي نشأت فيه، من المرجح أنه لا يتفق مع نفس الكلام عن الدافعية لكن من توجه نظري آخر. ولذلك في البحوث الاجتماعية لا بد أن تحدد التوجه النظري الذي تنطلق منه، ما هو الأساس المفاهيمي الذي تنطلق منه حتى نعرف عن أي دافعية تنطلق. وهذا ما يركز عليه أصحاب التوجه النوعي. قبل أن تتكلم عن أي ظاهرة أو تدرس أي ظاهرة اجتماعية، لا بد أن تتكلم عن الأساس النظري الذي تنطلق منه، حتى الباحثون بعدك يعرفون تفسيرك هذا ورصدك لهذه الظاهرة بناء على ماذا؟ على أي نظرية؟ لأنه يعني في فلسفة العلم حتى الملاحظة لا يمكن أن تخرج نظرية، مجرد أنك تلاحظ لا يمكن أن تلاحظ بدون ما تكون متأثر بنظرية. وهذا من الإشكالات الكبيرة التي يعني توجه لمنهج البحث في العلوم الاجتماعية، وتكلموا عنها كثيرا جدا
في فلسفة العلم بشكل عام. إذا لا توجد الظواهر الاجتماعية خارج إدراك الفرد ووعيه تماما، بل تقوم على تأويلات الأفراد ولجماعة ما، يعني أفراد آخرين لجماعة أخرى قد يؤولون بشكل مختلف. ليس من السهل تعريف الظواهر الاجتماعية بأنها موضوعية، رجعنا الموضوعية مرة أخرى، بل على العكس إنها تؤول بوصفها أفعالا اجتماعية من جانب مضمون المعنى، يعني المعنى المضمن، أي يؤول بشكل مختلف تبعا أو وفقا للموضوع. أنت ربما تنظر إلى شيء، وهذا يحصل كثيرا، ننظر إلى حدث أو ظاهرة ونفسرها بشكل ما، ثم هذا الحدث وهذه الظاهرة إذا حصلت لكن قناعاتنا اختلفت أو صار لنا يعني موقف أو هو مختلف لهذا نحو هذه الظاهرة، يختلف فهمنا ويختلف تفسيراتنا. القياسات الكمية اللي التكميم بما فيها التقنيات لا تستطيع تحديد الفعل الاجتماعي حقيقة، وكثيرا ما تؤدي إلى أن ينسب إلى الفاعل بأن لفعله معنى معينا، والذي هو على الأغلب من صنع الباحث وليس الفاعل. إنه أمر مشكل أن يطلب كما في العلوم الطبيعية بأن تصاغ الفرضيات قبل البحث لاختبارها، كما هو الحال في التوجه الكمي، التوجه الكمي فرضيات ويتحقق منها بعكس النوعي، لأن في ذلك فرض شيء أو فرض شيء على الفاعلين لا يستند إليه فعلهم، وبناء عليه لا يؤدي مشروع البحث العلمي إلى فهم صحيح للسلوك الإنسان. أنا أشوف هذه المقدمة حقيقة لا بد من التأمل فيها، لا أستطيع أن أقول أنني وضحتها بشكل كافي، لكن لا بد من التأمل في هذه النقاط، لأنها حقيقة هذه النقاط المنهج العلمي، الموضوعية، التعميم، السببية، الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية، مفترق طرق للباحث وللأكاديمي بشكل عام. لا بد أن تحدد توجهك النظري من الآن، هل هو ما يسند التوجه الكمي أو يسند التوجه النوعي، حتى تختار على وعي وعلى بينه. ولذلك أنا لا أقول أني يعني معارض، لكني لست متحمس لما يسمى بالمنهج المختلط، لأن حقيقة المنهج المختلط هو كان عندنا المنهج الكمي، يعني أول ما خرج بعد الفلسفة وبعد التأملات خرج المنهج الكمي، ثم بعد ذلك خرج المنهج النووي على الأقل في نسخته الحديثة بالقوة التي هو عليها اليوم، وكان في صراع كبير فلسفي وعملي بينهم. ثم خرج توجه ثالث وهو يقول سمى التوجه المختلط. التوجه المختلط يعني التوجه الكمي قائم على البوزيتيفيزم الوضعية، توجه نوعي بشكل عام قائما على البوست بوزيتيفيزم أو البوست مودرنزم ما بعد الحداثة وما بعد الوضعية. خرج لنا التوجه المختلط الذي يرى الدرب بين الأمرين بناء على الفلسفة البراغماتية عملية، يقول خلاص نحن نريد أن ندرس هذه الظاهرة، ندرسها بأي طريقة ممكنة سواء بالكمي أو بالنوعي. أنا لا أسمع هذا، أنا حقيقة أرى أن يقرر الباحث العلمي الأكاديمي توجهه النظري ويحزم أمره، ثم يتبنى إما الكمي ويكون مخلصا له، وإلا النوعي ويكون مخلصا له بناء على سؤال البحث. لأن أنا حقيقة قسمت قسمت الأسئلة إلى يعني ممكن نقول أربعة أقسام. هناك سؤال بحثي لا يمكن أن يجاب عليه إلا بالطريقة الكمية، ولا يوجد في هذا اثنين، لا يوجد أحد يعني لا يختلف اثنين. لو قلنا كم عدد الحضور في هذه القاعة المنهج، قطع الكم ولا يخالف فيها أحد، لأن السؤال واضح ويبحث عن عدد ويبحث عن كم. إذا كان السؤال البحثي يريد عدد، يريد كم، يريد فرق عددي، ما نسبة كذا إلى كذا، فالتوجه كم يبحث ما في مشكلة، ولا يمكن ولا يجادل أحد أنه لا يمكن أن يجاب على هذا السؤال إلا بالطريقة الكمية. إذا كان السؤال نوعيا فبالتالي أيضا لا يفترض أنه لا يجاب عليه إلا بالطريقة النوعية. الآن سألت عن العدد، لكن لو قلت ما هي آراء الحضور أو مواقفهم أو شعورهم تجاه هذه المحاضرة أو تجاه
الجو في هذه القاعة، هل يشعرون بالبرد بالحر، مرتاحين غير مرتاحين، قد يكون التوجه النوعي أجدى وأجدى. فسؤال لا يمكن أن يجاب عنه إلا بالجانب الكمي، سؤال لا يمكن أن يجاب عنه إلا بالتوجه النوعي، سؤال ممكن أن يجاب عنه بهذا أو هذا. ما هي أسباب تفوق الطلاب في كلية التربية جامعة الملك خالد؟ هذا ممكن أن يجيب عنه بالطريقة الكمية بناء على إيش؟ أعمل لي استبانة بناء على إيش؟ بناء على الدراسات السابقة، ثم أعرضها على الطلاب ويختاروا. طبعاً في نقد يوجه لها، لكن يعني إلى حد كبير معقول. أنا أخذ الأسباب المتوقعة من البحوث ومن الخبراء، ثم أعرضها على الطلاب وأجعلهم يختارون ما هي الأسباب الأكثر يعني احتمالية. التوجه النوعي، لا، أجري مقابلات، ألاحظ الطلاب، أدرس التقارير، أدرس النتائج إلى آخره. هذا يمكن أن يجاب عنه بهذه الطريقة، ويمكن أن يجاب عنه بهذه الطريقة، وهذه ربما هي الطريقة الوحيدة التي أنا يعني قد أقبل فيها التوجه المختلف. لكن بعض الباحثين الحقيقة يتبنى فقط من باب التربية، لا نكون كميين بحث ولا نكون، فأنا أرى أن هذا لا ينظر لسؤال البحث وما هي الطريقة المناسبة للإجابة عليه. وبالتالي أنا أقول وهذه نقطة ودي تنتبه لها، البحث النوعي لا يعني عدم استخدام الأرقام، وغالب غالب الكتب، هذا يأتينا في التعريف، غالب الكتب حقيقة تركز على الفرق بين البحث النوعي والبحث الكمي في قضية وجود أعداد أو أرقام أو عدم وجودها. أنا أرى أن وجودها أو عدم وجودها ليس هو الفيصل، ليس هو يعني الحكم الأساسي في هذه القضية، إنما القضية ما الذي تعتمد عليه في اتخاذ القرار وفي استخراج النتائج. ففي البحث النوعي ممكن أن تستخدم أرقام، وممكن أن تستخدم استبانات، وممكن أن تستخدم حتى عمليات إحصائية. هل البحث النوعي في النهاية هو قائم على العدد؟ لما تجي المقابلة مع 5 أشخاص وأربعة يقولون شيء واحد فقط يخالف، يعني لابد يكون لرأي الأكثرية قيمة. لكن الفرق بين الكمي والنوعي أن في الكمي طالما أربعة يقولون شيء إذن خلاص هو يعني هذا العدد وهذا هذه الأغلبية هي المعيار، والنتيجة تقرر بناء عليه. التوجه النوعي لا، يقول لك ليس بالضرورة، الأصل أن فعلا الأغلبية لها أهمية وهي معيار أساسي، لكن قد يكون هذا الشخص المخالف مخالفة قوية وعنده من الأدلة والشواهد، وفي أيضا أدلة وشواهد أخرى تؤيده، فهو إن كان واحد لكن رأيه يستحق أن يقدم على رأي 4 الأخرى. وغالباً في البحث النوعي، وهذه أيضاً نقطة يجب أن ينتبه لها في الفرق بين البحث النوعي والكمي، البحث الكمي واللي يعني متخصصين في هذا يعرفون هذا، القيم اللي يسمونها القيم الأوتلايرز الشاذة، الإحصاء ما الذي نفعل بها؟ تستبعد بشكل عام، أنا ما أدري هل متفق عليه ولا، لكن المعروف أن القيم الشاذة في الإحصاء في العمليات الإحصائية تستبعد لأنها تؤثر على المتوسطات، يعني القيمة الشاذة واحدة تؤثر على المتوسط بشكل يرى أنه مظلم غير صحيح. فبالتالي قبل أن تجرى الإحصاءات العمليات الإحصائية تستبعد القيمة الشاذة. هذا ليس في تدخل في البيانات، هاي الموضوعية ما عليه ضد إنه ما بيجاب. لكن في البحث النوعي القيم الشاذة مرحب بها، القيم الشاذة يفرح بها في البحث النوعي، لأنهم دائما يقولون الشيء العادي والمعروف الذي يقوله كل الناس هذا أمر طبيعي وفي الغالب يعرفونه كل الناس وكل الباحثين، لكن الشيء الجديد الذي يأتي به غالبا البحث النوعي هو هذا الشيء الغريب، هذا الشيء الشاذ، وقد يكون هذا هو مكمن الجدة والأصالة في البحث.
وهو الذي غالبا يعطي القيمة المضافة للبحث النوعي هذه الأشياء غير الطبيعية التي يلاحظها الباحث. أنا أعرف الدكتور لكن عشر دقائق جيد. خلونا نمر مروس على التعريف. ستراوس وكوربن هو من أوائل حقيقة من يعني كتبوا في هذا التوجه في ظهوره الحديث، ولا مثل ما ذكرت لكم ترى التوجه النوعي قديم يعني في علم الاجتماع. أي نوع من البحوث التي تعطي نتائج لم يتم التوصل إليها بواسطة الإجراءات الإحصائية أو بواسطة وسائل أخرى من الوسائل الكمية، في التركيز على قضية الكمية كان هو الفارق الأساسي. أنا عرفت بتعريف يعني وإن كان في شيء من الركاكة، لكني أردت أن أنبه على النقطة التي ذكرتها قبل قليل. بشكل عام يمكن تعريف البحث النوعي بأنه كل بحث يسعى بشكل منظم لاستكشاف وفهم ظاهرة اجتماعية ما في سياقها الطبيعي الممكن، من هنا تأتي الإشكالية، دون الاقتصار على الاعتماد فيها شوية ركاكة لكن مقصود، دون الاقتصار على الاعتماد على المعطيات العددية والإحصائية. يعني استخدم ما تشاء من الإحصاء والأعداد والأرقام ما عنده مشكلة، ولا يجعل هذا البحث بحثاً كمياً طالما أنك في تعاطيك مع النتائج لن تقتصر عليها. يعني ممكن العمليات الإحصائية وتحليل الاستبيان يظهر لك شيء، لكن مقابلات تظهر لك شيء مختلف تماماً، وبالتالي تقدم ما هو موجود في المقابلات لأن عندك ما يدعم على هذه الإحصائية، فما يؤثر أنك استخدمت العمليات الإحصائية ويجعل هذا البحث بحثاً نوعياً. فلذلك أنا أقول المختار حقيقةً إذا كان توجهك وفلسفتك ونظريتك نوعية واهتمامك بالمعنى دون النظر فقط إلى العدد، فأنت نوعي وبحثك نوعي حتى لو كنت تستخدم الإحصاء. خصائص البحث النوعي وعليه مرور سريع: الطبيعية، طبيعية في السياق، تدرس الظاهرة في سياقها الطبيعي، ما الذي يتم فعلا، ما تأخذ استبيان وتوزعه على يعني مشاركين أو مستهدفين أو عينة ما تدري ما علاقتهم الحقيقية بالظاهرة التي أنت تدرسها، وطبيعي في بياناته، المستجيب للاستبانة ما تدري كيف يعد الاستبانة، خاصة الآن مع ظهور الاستبانات الإلكترونية صارت حقيقة المسألة يعني مهزلة، يعني صارت توزع الاستبانات في الإيميل وفي الواتساب وكل واحد يرسل لأصدقاء وكل واحد يرسل لطلابه، فما صار فيه العشوائية والضبط والتنظيم الذي كان موجود في البحث الكمي، فهو طبيعي في سياقه وطبيعي في بياناته أيضا. مركزية المعنى، نحن نبحث عن المعنى، معنى الظاهرة كامل وراء الظاهرة وفهم هذه الظاهرة من المعنى الموجود لدى المشاركين. الاستقراء في التحليل فليس استنتاجيا، النمو والتصميم، وهذا مزعج جدا لكثير من الباحثين، يعني قد تبدأ بسؤال ثم تطور هذا السؤال، قد تبدأ بسؤال ثم تختصر هذا السؤال بسبب ما يواجهك في الميدان الذاتية، وهذه نعترف بها ونضعها فوق الطاولة الذاتية، لكننا أيضا نحاول أن لا نكون متحيزين، لا ندعي الموضوعية لكن ندعي أننا غير متحيزين. فتقريبا نحن والزملاء الكميين عندنا نفس يعني نفس الهاجس ونفس الاحتياطات، لكن نحن نضع ذاتيتنا فوق الطاولة وربما الآخرون يضعونها تحت. لا يحدث إلى التعميم، وأشرت إلى هذا. هناك طبعا فروق يعني كثيرة في كل تقريبا جوانب ومراحل البحث، هناك فروق بين البحث الكمي والبحث النوعي، لعلي يعني هذا تلخيص فقط، ما في جداول تلخيص ربما لما ذكرته. أريد أن أختم بالأنواع الأساسية للبحث النوعي. طبعا الأنواع الأساسية كثيرة، بل بعض يعني المتفائلين جدا وكثيرا بالبحث النوعي يقول ربما هناك أنواع بعدد الباحثين، كل باحث له طريقته الخاصة في البحث، لكن ممكن تلخيص حقيقة التوجهات الأساسية في هذه الأربعة والخمسة التوجهات، لكن في توجهات كثيرة غيرها. التوجه الأول هو التوجه الأساسي أو العام، وأحيانا يسمى ثيماتيك أناليسيس أو التحليل المحوري أو الموضوعي، وهو أبسطها وأسهلها ودائما أوصي أن يبدأ به البحث.
وبحث علمي جميل ويخرج نتائج جميلة وممتازة ولا إشكال فيه، وقد يكون هو الأساس لبقية الأنواع وبقية التوجهات. في البحث الأساسي تطرح سؤالاً بسيطاً في الغالب، ما هي أسباب تفوق الطلاب في كلية التربية في جامعة الملك خالد؟ ثم تبحث عن أسباب، تقابل الطلاب، تقابل الأساتذة، تبحث في التقارير، تلاحظ طرق التدريس كيف يدرسون وكيف يذاكرون إلى آخره، وتقابل حتى الطلاب المتميزين، تبحث عن أسباب. وبالتالي من خلال هذا الكم من البيانات بعد تحليله بالطرق المعروفة تستخرج أسباب، فأنت ستنتهي بمجموعة من الأسباب اللي في النهاية هي themes، موضوعات محورية. وهذا كل ما فيه، وهذا في يعني نتائج نتشارك نحن والبحث الكمي. فهذا أسهل وأبسط أنواع البحث النوعي، ولا يسمى basic research، لكن لا تخلطون مع البحث الأساسي اللي مقابل البحث التطبيقي في البحث، وحين يسمى العام وحين يسمى thematic analysis أو التحليل الموضوعي أو المحوري. النظرية المؤسسة أو المجذرة ground theory مرحلة متقدمة في البحث الأساسي. بعض الباحثين ما يقنع فقط من معرفة الأسباب، لا، يريد أن يدرس ظاهرة تفوق الطلاب كظاهرة اجتماعية، فيقول تفوق الطلاب في كلية التربية جامعة الملك خالد، أنا أريد أن أعرف الأسباب، أريد أن أعرف دوافع الطلاب، شعور الطلاب المتفوقين، الطلاب غير المتفوقين، ما هي عوائد تعوقهم من التفوق. فيريد أن يدرس الظاهرة بحيث يبني لنا نظرية تفسر. نظرية في العلوم الاجتماعية ليست كنظرية في العلوم الطبيعية، فيها نوع من المرونة وأيضاً عدم الانضباط، فهي فقط المقصود بها وصف هذه الظاهرة وتقديم تفسيرات. فحتى بعضهم يعني يطلق على النظرية في العلوم الاجتماعية تفسيرات، نقول هي تفسيرات لكنها شاملة ومستوية. فالنظرية المؤسسة تحاول أن ترتفع قليلاً تجريبياً عن البحث الأساسي بحيث أنها تصيغ لنا نظرية تفسر ظاهرة التفوق في كلية التربية جامعة الملك خالد. الإثنوغرافي هو من أقدم صور البحث النوعي، وكان مع رواد علم الاجتماع قديماً، لكنه التطور الذي حصل فيه هو قديماً كان يطبق على ثقافات الشعوب وخاصة الشعوب البدائية، وهذا مشهور عند علماء الاجتماع. عالم الاجتماع يذهب سنتين ثلاث خمس أو أكثر يعيش مع قرية قبيلة صغيرة ويخرج لنا كتاب عنه. التطور الذي حصل في التوجه الحديث البحث النوعي هو تطبيق هذا التوجه على ما يسمى بالثقافات الفرعية أو الثقافات الجزئية subcultures، بمعنى أنني أدرس ثقافة، مثلا ثقافة الطلاب المتفوقين في كلية التربية، أدخل مع الطلاب المتفوقين وأدرس ثقافتهم، ما هي رؤيتهم للحياة؟ كيف يديرون وقتهم؟ ما هي علاقتهم بأسرهم؟ علاقتهم بالأساتذة؟ بحيث أني أدرس هذه الثقافة، أي ثقافة، حتى ثقافة الطلاب المتعثرين، ثقافة طائفة أو فئة من الطلاب. فهذه ثقافة فرعية تقريباً أو جزئية، والآن يعني يستخدمونها كثيراً في البحث النوعي. البحث الظاهري أو الظاهرات وهذا يهتم بدراسة الخبرة المعاشة، يعني شيء مرتبط بعواطف الناس، بعواطف الشخص نتيجة لمرورهم بخبرة معينة، بحدث معين، في الغالب يكون حدث عاطفي، في الغالب لأنه الذي له تأثير يعني عاطفي شديد. فيحاولون يدرسون حالتهم أثناء مرورهم بهذا الحدث، فقد صديق، فقد عزيز، المرور بمرض، الشفاء من مرض إلى آخره، كيف وضعية من عانى هذا الشيء سواء فرد أو مجموعة، فيحاولون يعني يتوصلون إلى فهم وتفسير لهذه الخبرة. تحليل الخطاب، وهذا أحيانا يسمى تحليل المضمون، تحليل المحتوى، والمفروض أن التحليل المحتوى ليس تحليل الخطاب، لأن تحليل الخطاب قد يكون جزء من أو صورة من صور تحليل المحتوى. تحليل المحتوى طبعا موجود في التوجه الكمي قديما ومعروف، لكن الفرق بين البحث النوعي والبحث الكمي أن تحليل المضمون في التوجه الكمي كان يعتمد على قوالب معدة مسبقاً، استبانات. التوجه النوعي يحاول يتخلص من هذه القوالب، يبدأ مباشرة من البيانات، يقرأ البيانات
ويستخرج ما فيها دون التقيد بقوالب مسبقة. لعلنا نتوقف هنا، وإن كان في شيء لعلنا يعني باقي أشياء عملية وتفصيلية ربما نتطرق لها غدا إن شاء الله. شكرا دكتور. الآن سنتيح بقية الوقت للمداخلات، سنبدأ بالمداخلات من قاعة الرجال هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحب بضيف جانا الأستاذ الدكتور، فضلاً التعريف بالاسم للسؤال مباشرة للدكتور بحري. السؤال أنا ودي يسمح لي الأستاذ الدكتور بالاختلاف مع في بعض الجزئيات حول الفروق بين النوعي والكمي. أنا الفرق الأساسي اللي أتوقع أنا وجهة نظر شخصية منه الأساليب الإحصائية. فإذا البحث الكمي بما أني استخدمت المتوسطات الحسابية والانحرافات المثالية فلها مؤشر قوي جدا. الحين أن هذا المتوسطات الحسابية والانحرافات المثالية تختلف في البحث النوعي باعتبار أن حتى عينة البحث النوعي ينبغي أن تكون عينة يعني قريبة جدا. خاصة إذا استخدمنا المقابلة. هذا الجانب الفرق الأساسي أو الجوهري بين. الأمر الثاني إنه البحث النوعي احتمال إن المكس مطلوب الآن الفروض المختلطة مطلوبة لأن في بعض الأسئلة يعني تحتاج إلى إجابة مسؤول إلى إجابة شخص لديه خبرة. وبالتالي قد يمكن هذا السؤال الفرعي لا يمكن الحصول على اجابته الا من خلال مقابله هذا المسؤول، نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق. شكرا لك. فضلا بس تعريف بالاسم بعد اذنكم بعدين السؤال ويكون السؤال مباشر. دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ارحب بسعاده الاستاذ الدكتور راشد العبد الكريم، وهو كما أعرفه جاداً مجتهداً في كل ما يقوم به، فشاكر ومقدر على هذا المحاضرة. ربما بعضكم يعرف لماذا. طبعاً أختلف معه بأكيد كما أختلف زميلي بالنسبة للتوجه، يعني كان توجه كمية أو توجه نوعي. وأعود وأقول أن طبيعة البحث وطبيعة الأسئلة هي في وجهة نظري من تحدد أسلوبك البحثي. أنا في بعض البحوث أجد أنني ملزم من يستخدم الأسلوب الكمي والأسلوب النوعي نظرا لأسئلة البحث التي كنت سأبحثها. فهي ليست خيار للباحث بقدر ما هي ضرورة بحثية تحتم على الباحث أن يختار إما الكمي وإما النوعي وإما كلاهما. وشاكرا ومقدرا لك سعادة الدكتور. شكرا دكتور. طيب الآن الزميلات الدكتورة هناك لو تختار من مداخلتين. دكتورة جيهان. دكتورة جيهان. افتح المايك مغلق. المايك مغلق لا نسمع الصوت، هل تسمعونا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. إذا في مداخل بس تعريف بالاسم ثم السؤال مباشرة بعد إذنكم. صوت. تفضل يا دكتورة سلطانة بس الصوت لو سمحتوا. دكتور سلطان على الصوت على الله يخليك ارفع صوت. طيب على ما تجهزوا الموضوع خلونا ناخذ المداخلة من هنا. دكتور الاسم الكريم بعد السؤال.
أنا بدي أشير لثلاث قضايا أساسية ربما مشير لها. القضية الأولى مباشرة دكتور. أوكي ما بطول ما صار. القضية الأولى في قضية مسألة نشأة المنهج العلمي. أعتقد أنه يجب التفريق بين النشأة وبين تقعيد قواعد هذا المنهج. حتى ما نضمن التراكمية في العلم. يعني الدكتور أشار لثلاث قضايا أساسية في المنهج العلمي، البحث والتجريب والتكليف. هذه الثلاث قضايا ربما لو أعدنا البحث فيها لوجدنا أن لها جذور في القرآن الكريم. فينبغي التنبيه على هذه النقطة في قضية النشأة. يعني هذه قضية مهمة جدا في قضية النشأة. تقعيد العلم غير استخدام العلم. تقعيد القواعد غير الاستخدام. المنهج العلمي المستخدم قبل أن يكون مقعدا بالقواعد. المسألة الثانية في قضية التفريق في المنهج العلمي في قضية الموضوعية، إنه إحنا في خلينا نقول في البحوث الطبيعية أو العلوم الطبيعية قضية الموضوعية تكون أكثر منها في العلوم الاجتماعية. أعتقد إنه هذا يحتاج أيضا إلى التفريق بين أمرين. في فرق بين ما نتحدث عن حقائق ولا نتحدث عن بحث علمي. البحث العلمي ينبغي أن يكون مبنيا على أطر نظرية والنتائج طالما هي مبنية على خطوات موضوعية. إحنا في البحوث الاجتماعية على سبيل المثال في عندنا صدق الظاهر وفي عندنا صدق الخارجي، في عندنا اختبارات تطبق على أي يعني مجال نريد أن قبل أن يعني نشير إلى النتائج. فقضية التفريق قضية قضية معين بعض فرقين وقول بحث نوع بحث كامل بالمناسبة هي القضية الأساسية في قضية استخدام الأدوات. يعني ضروري جدا نفرق عن النقطة الأساسية حكم تخصصي. القضية الأساسية التي يجب أن نشير لها قضية التأصيل وصول تربية. قضية التأصيل في مسألة نشأة المنهج. شكرا دكتور. طيب الزميلة هناك دكتورة سلطانة جاهزة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤالي عن كون المنهج البحث النوعي غير بالجنة ويهتم بالتمثيل الظاهرة. هل هذا يعد صوت؟ هل هذا يعد دكتورة صوت؟ هل ينظر إليك على نقطة الصوت بواحد؟ هل يعد عيب قصدك؟ نقطة الظاهرة. طيب شكرا دكتورة. مداخلة أخرى من عند الأخوات من هناك دكتورة جهام. نعم دكتورة بدرية رئيس القسم. فهذا دكتورة بدرية. سلام. سلام. الصوت لو سمحتوا الصوت ما هو بعيدين عن المايك. نعم كيف يمكن التغلب عليه وان اشكالات طلابات الدراسه بما انهم حاضرين؟ هناك صعوبه تواجه الباحثات بكثره البيانات. في مداخله كمان يا دكتور. اخر مداخله في مداخله طالب ماجستير لو سمحتوا سريعا الوقت انتهى. السلام عليكم ورحمه الله. اسمع الاسم وصمت. اي نعم اسمك وسؤالك لو سمحتي. عز المحمود طالب ماجستير جامعة ريشة. شكرا جامعة الملك خالد لوجود رمزي ووجه النوعين هذا ما جعلنا نتخطى المسافات في حضور اللقاء. دكتور عبد الكريم، الا ترون ان الباحث صاحب التوجه النوعي يجب ان يملك سمات ليس كغيره، يعني من الدقه، الملاحظه الذكيه، القدره على ضبط تحليل المواقف يعني المتعدده وايضا الربط بمهاره عاليه بينها. اولا لان الموضوعيه تستدعي الدائره. وهذا يستدعي دكتور الا تعتقدون يعني يستدعي تاهيل الباحثين بتاهيل عالي؟ ام ان الباحث عندما يقرر ان يكون بحث نوعي يبحث وسيتعلم؟ شكرا لك. سؤال رائع. طيب
الان لو تتكلمون الاخوات هناك يتكفلون المايك عشان الصوت. الدكتور عمر الدكتور محمد يختلف معك في انه الاختلاف بين النوعي والكمي في الاساليب الاحصائيه، وان البحث النوعي لا يكفي منفردا، ويجب انه نتعامل مع ان ندمج مع البحث الكمي ونتعامل مع الاحصاء لاجابه بعض الاسئله اللي لا تجاب لها. اولا بعض تفضل الزملاء قد لا يلزم تعليق مني لانه راي، والبحث النوعي ظاهره اجتماعيه، ومن اسس البحث النوعي قبول الاختلاف والتنوع، فطبيعي جدا يعني ان يكون له مراه. لكن ما بيننا خلاف، يعني هو الخلاف انا ذكرته لما قلت اني ما احب التوجه المختلط. انا رايي يعني حد التوجه كان نوعي يا كمي بناء على ما هو المعيار الفيصل في استخراج النتيجه. اذا انت العمليات الإحصائية هي الحاكمة عندك، خلاص أنت كمي وانتهى الموضوع. إذا أنت لا، حتى لو خرجت لك العمليات الإحصائية أو النتائج الإحصائية بشيء، لكن أمامك معطيات أخرى تقول لك لا هذا غير صحيح. وذلك حتى الزملاء الكميين في التربية لما واجهوا هذه الإشكالية خرج عندنا ما يسمى بالدلالة الإحصائية والدلالة التربوية. قد يكون النتيجة دالة إحصائياً، لكن الباحث عندما يحلل يعني لا يقبل هذه النتيجة ويجد تفسير آخر. على أي حال ما أظن بيننا إشكال في هذا المجال. الدكتور هاني وما يتعلق بتأصيل منهج العلمي، الدكتور علي سامي نشر تكلم عن هذا بإفاضة في كتابه العظيم حقيقة، اكتشاف المنهج العلمي أو كذا، مشهور الكتاب وقديم جدا. لكن ولا تبخس الناس أشياء المنهج العلمي لم يقم مؤطرا وبشكل المعروف وبخطوات المعروفة إلا في السياق العلمي. نعم علماء المسلمين لهم دور في التجربة، لهم دور في الملاحظة، لهم دور في ربما شيء من إعطاء الأرقام كذا، لكن كمنهج علمي يبدو العلم عند الله أنه لم يخرج إلا في السياق الغربي. وعلى أي حال الدكتور علي سامي النشار تكلم عن هذا وغيره كثير يعني جدا. والله تعلمت حول الموضوعية حقيقة ما اتضح لي يعني، فلعلنا نتقابل بعد ذلك ونتحدث في الموضوع. لكن الآن يبدو لي حتى الكميين يعني صاروا تنازلوا كثيرا عن قضية التشدد والتمسك بالموضوعية في العلم، رغم كل ما يقومون به من ناحية الصدق والثبات إلى آخره والضبط إلى آخره. أنا والله أخالف تماماً أن الفرق هو في قضية الأدوات، لا أخالف هذا تماماً. الدكتورة سلطانة التفسير هو هدف البحث النوعي، أنا قلت لا، أنا قلت التفسير فقط بل حتى الفهم والتعمق في الفهم، هل هو قصور يعني عدم التعميم هل هو قصور؟ قد الكميون قد يعدون هذا قصوراً، لكن النوعيون لا يرونه قصوراً بأي حال من الأحوال، لأنهم يقولون هذه طبيعة الظاهرة الاجتماعية، صعب التعميم، أصل التعميم خطأ في الظاهرة الاجتماعية. التعميم خطأ، النتائج التي تخرج على عينة في أمريكا لا يمكن أن تعمم فيها، حتى لو نعرف أنهم يعني يضبطون العلاقة بين المجتمع وبين العينة، لكن رغم هذا التعميم ليس بالسهولة التي نتصورها، فهو ليس قصوراً بقدر ما هو هذه هي طبيعة الظاهرة الاجتماعية. قياسها على الظاهرة الطبيعية قياس مع الفرق كما يقول العلماء الأصول. كثرة البيانات في البحث النوعي والدكتورة بدرية، طبعا هذا من خصائصه، أنا بس ما أشرت له لكنها ظهرت في إحدى الشرائح أن من خصائص البحث النوعي كثرة البيانات، هذا معروف متفق عليه، بل لا يكون البحث النوعي بحثا جيدا إلا إذا كانت البيانات كثيرة. العينة في البحث الكمي ربما بعض المتخصصين يعرف هذا، إذا زادت عن حد معين قد يكون هذا خلل في البحث، وخلل يسبب خلل في الإحصاء في العمليات الإحصائية، ولا لا يعني كما أفهم، إذا زادت عن حد معين صارت النتيجة عكسية. في البحث النوعي كلما زادت البيانات كان هذا أفضل. كلما زادت العينة كانت النتيجة أكثر، أيضا كمية البيانات أكثر، فهي الدكتور عندنا سؤال من النت لسه دكتور طالبه دراسات عليا في باقي سؤال مهم حقيقه.
لكن كثرة البيانات هذا أمر طبيعي وغير نسيت والله اسم لكن سألت عن سمات البحث النوعي وهذا سؤال مهم جدا وقد تكون من ميزات البحث النوعي. البحث النوعي حقيقة لا يتعرض له ولا يتميز فيه ولا ينجح فيه إلا العالم إلا الباحث المتمكن بخلاف البحث الكمي. البحث الكمي لأنه قائم على إحصاءات في الغالب الإحصاء يجري حاسب أو متخصصين في الإحصاء وغالبه يعني خطوات آلية معروفة ويعني تقنيات دقيقة فممكن أي شخص عنده مبادئ في هذه الجوانب ينتج بحثا يعني جيدا ومقبولا. البحث النوعي يحتاج إلى نوعية من العلماء والخبراء والباحثين المتخصصين ماذا عن طلاب الدرس في هذا طلاب الدرس العليا هم مشروع علماء طالب الدراسات العليا هو مشروع عالي. بعضهم ربما يعرف في الجامعات أول ما استوردت كلمة دكتوراه كانت تترجم بإيش؟ بالعالمية درجة العالمية أن الذي يأخذ دكتوراه سيكون عالما في مجاله وهكذا يفترض فهو طالب الماجستير إلى حد ما والدكتوراه بالتأكيد لابد أن يكون مشروع عالي. وعلى أي حال هناك لذة في التعامل مع البحث النوعي ومع البيانات النوعية. أنا دائما كلمة أقولها وأكررها الذي يتعرف على البحث النوعي ويعمل فيه لا يملك نفسه إلا أن يقع في حبه. طيب جميل. في سؤال من الأخ مبارك القحطاني من طريق الجوال والزوم يقول كيف يمكن توظيف البحث النوعي؟ كيف يمكن توظيف البحث النوعي؟ هكذا السؤال. لكن أرادنا أن نجيبه فهل في إجابة سريعة للدكتور عشان ممكن؟ والله ما ليش يقصد بالبحث النوعي لكن يقصد يعني نستفيد من النتائج. كيف نوظفها يعني في خدمة التربية؟ هو البحث النوعي هذا اللي كمان يعطيك فهم متعمق للظواهر الاجتماعية، الظواهر التربوية. عندك مشكلة في مدرسة بدل ما تتكلم عن مجتمع دراسة كبير لا أنت ابحث هذه الظاهرة وتعمق فيها وأجر مقابلة مع عدد قليل أو كل أفراد مجتمع هذه هذا المجتمع الذي يتعلق بهذه المشكلة حتى تصل إلى فهم يفيدك في حل في فهم هذه في تفسير هذه المشكلة وحلها. لا ليس لدي مداخلة بقدر ما هي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لدكتور صالح، شكرا لدكتور ناصر على إثارة الجواب، شكرا لكل الحضور من أعضاء التدريس وأوائل التدريس وطلاب وطالبات دراسة. أنا سنختم أو ختم الدكتور ناصر سنتيح مصالحكم لمدة 10 دقائق تتفضلون عن البريك اللي أمامكم. سيكون معنا بعد 10 دقائق الدكتور أستاذ الدكتور صالح بن يحيى الدوسي. يحيى بن صالح صالح بن يحيى الدوسي سيكون معنا بعد 10 دقائق بإذن الله عز وجل لاستكمال ما بدأه أستاذ الدكتور راشد. مثلي بالشكر الجزيل للدكتور راشد ثم أدعو دعوة خاصة للحاضرين في هذه القاعة والحاضرين في القاعة النسائية للتسجيل في 10 مقاعد شائعة في ورشة تطبيقية نوعية لم تعلن إلى هذه اللحظة للعامة لكنها لكم الآن تعلن وإصداره الآن التسجيل. كيف تسجل؟ الإعلان موجود الآن على تويتر، ادخل بس سجل، اضغط على الرابط ادخل سجل. المقاعد كانت 10 في بداية الجلسة تخلصت إلى 5 مقاعد فقط لا غير. اكسب واسبق تحصل إن شاء الله على الفرصة القادمة. سيكون معنا يوم غد من 8 إلى 12 الدكتور راشد والدكتور صالح لتطبيق ما تم الاستماع إليه في هذا اليوم. أكرر الشكر الجزيل وكونوا معنا بعد 10 دقائق بالضبط. أكرر الشكر الجزيل لأخواننا وأخواتنا الحاضرات عن بعد الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى هذا المكان. أرحب بكل من حضر وتكبد الصحاب من خارج أبها لحضور هذا اللقاء. شكرا جزيلا للجميع وأستودعكم الله. شكرا دكتور عبد الله. على كل سأختم بهذا البحث النوعي ألذ وأعمق وأكثر فائدة والبحث الكيفي طيب يوجد فائدة. هذا كان تعليق لأحد المهتمين بالبحث النوعي ولكن سيظل لكل مجال وكل منهج أصحابه وفرسانه وإنما نحن هنا نريد أن نستفيد من هذا العالم الدكتور
راشد في هذا المجال ليفتح الآفاق لنا ولأبنائنا وبناتنا. طلاب الشكر والتقدير لسيدنا راشد حسين العبد الكريم الذي حضر هذا اللقاء، وأشكر الحضور الحاضرات، والآن نأخذ استراحة ثم نعود في الجلسة الثانية.